السلام عليكم. اليوم غادي نقدمو لكم فريزيه. غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله، وسمحوا لي حسبت انا واش كنسجل ديك الساعه، حتى شفت راه خلطت البيض مع السكر ما سجلتهمش. عندي 250 غرام ديال السكر وعندي 8 ديال البيضات. غادي ندير لا جينواز، وعندي هنايا 250 غرام ديال الطحين. غادي ندوزو للمقادير ديال لا كريم موسلين. غادي نبداو بلا كريم باتيسيير. عندي 800 غرام ديال الحليب، عندي 100 غرام ديال لا كريم باتيسيير. اللي ما عندهاش لا كريم باتيسيير دير لا عفوا دير مايزينا. عندي 200 غرام ديال السكر، 4 ديال البيضات والزبده، عندي 200 غرام. وعندي 700 غرام ديال لي فريز، هادو قطعتهم بحال هكا غادي نديرهم في الجناب، وهادو قطعتهم صغار غادي نديرهم في الوسط. غادي نزيد، غادي ندير لا جينواز هي الاولى. بسم الله، غادي ندير هاد الفوي هذا. بسم الله، غادي نخليها حتى سميتو تضاعف الحجم ديالها، وغادي نزيد عليها الطحين على 3 د المرات ولا 4 حتى نتلاقاو خلاص من بعد نوريكم كيفاش. هادي هاد السكر كنجيب شويه هنايا، غادي نقسمو بحال على جوج، وغادي ندير الاخر في الحليب، داكشي اللي بقى نديرو في الحليب. غادي نجيب الدراب الكهربائي، غادي نزيد شويه الحليب هنايا. بسم الله، وغادي نزيد عليه البيض. وغادي ندير الحليب يسخن. غادي نجمع داكشي نخلطهم مزيان. من بعد ملي كيغلي الحليب وغادي نضيف عليه هذا الخليط هذا، وعاوتاني غادي نرضعه نردهم للعافيه، نخليهم يطيبوا جوج دقائق، نخلي لا كريم تطيب جوج دقائق. ها البيض والسكر بعد ما ضاعف الحجم ديالهم، دابا غادي نزيدو عليها الطحين، ولكن ماشي بهاد الفوي هذا. دابا غادي نزيد عليه الطحين. بسم الله، غادي نجيب السباتول، غادي نبدا ندير هاديك للطخ. نزيد عاوتاني،
غادي نستمر بحال هكا حتى نخلطهم مزيان هكا. بعد ما خلطتهم مزيان دابا غادي نديرو في الطاوله اللي غادي ندخل الفران. عندي نخليه بحال هكا. غادي ندير نص ديال هذا النص ديال هذا الخليط. بسم الله. غادي نجيب لاسباتول غادي نحاول نفرق هاد العجينه على جناب. غادي ندخلها للفران حتى يتهني. دابا بعد ما خلطت مزيان غادي نزيد عليه لافاني. سمح لي نسيت ما قلتها لكم شدتها الاخرى. غادي ندير جوج معالق غادي نزيد شويه بحال هكا ولا شويه معالق ديال لافاني. بعد ما سخن الحليب شفتوا راه كيغلي غادي نزيد على البيض وغادي نستمر بالتحريك لانه البيض غادي يتكور لينا. من بعد غادي نردو الكسرونه. بسم الله. غادي نردو فوق العافيه ما تكونش مجهده بزاف. غادي نستمر بالتحريك بحال هكا حتى كيطيب. عرفت لك حنا راه بدات كتقاد. كنستمر بالتحريك بحال هكا حتى كدوز هذاك جوج مينوت. ها هي لا كريم صافي حيدتها من العافيه. دابا غادي هدي هاد الزبده غادي نهز هكذا 4 ولا 5 ديال الطراف غادي نزيدهم على الزبده وهذه حتى الاخر. كتجي بحال هكا. من بعد غادي نجيب شي حاجه اللي غادي ندخلها الثلاجه باش تبرد دغيا. انا بغيت جبت هذا المول هذا درت فيه الفيلم اليمونتير غادي ندير فيه لا كريم وغادي عاود ثاني ندير فيلم اليمونتير من الفوق وغادي ندخلها للثلاجه. ها هي لا جينواز ديالنا بعد ما طابت غادي نقلبها. غادي ندير واحد الطرشو هنايا ونقلب عليها ونحيد لها داك البابي سوفيغوزي. ملي تخرجوا لا جينواز من الفران خصكم تحيدوا من زعما ديروها فوق لا غري ولا فوق واحد الطرشو ولا شي حاجه. المهم ما تبقاش في لا بلاك اللي تخلتوا بها الفران سينو غادي تبقى عاوتاني طيب وغادي تجي قاسحه. دروك غادي نجيب هاد السيركل هذا اللي غادي ندير فيه المونتاج ديال الكاطو. غادي ندير بحال هكا
هذه هي لاجينواز بعد ما قطعتها. هذه غادي نديرها لتحت، هاد الطرف هادو غادي نديرهم في الوسط. وعاوتاني هادي درتها اليوم، غادي نقطعها وغادي ندخلها للكونجيلاتور. ملي غادي ندير شي حاجه عاوتاني غادي نجبدها. نتوما الا بغيتي تقسموا المقادير قسموهم، انا عندي هذا المنهل، هذا السيركل هذا ديال 10 الناس. ها الكريم بعد ما خرجتها من الثلاجه بردات مزيان، وعندي هنايا الزبده شفتيها خليتها في الكوزينه ولات بحال لا بوماد. غادي نزيدها عليها، غادي نزيدها على لاكريم، على هذيك هاد لاكريم، وغادي نديرها في الباتو. نسد عليها الزبده، بسم الله. ها هي لاكريم كيفاش كتجي. دابا غادي نديرها في لابوشيت. ها هي لاكريم بعد ما كملتها، درتها في لابوشيت ودرت هاد لادوي هادي وهزيت شويه، درتو عاوتاني في هاد لابوشيت هادي ودرتو في هاد لادوي سميتو لادوي سانتونوري. هذا غير باش نزين بها من الفوق. دابا غادي نبداو، غادي نجيب هاد لاجينواز اللي قطعنا. بسم الله. نسيت ما قلت لكم، انا درت هاد لي سيركل ودرت هاد لوغوي هادو لوغدي. اللي ما عندهاش تقدر دير لي فيلم البابي دو كويسون وتقطعو بحال هكا وديرو بالجناب. والخطره الجايه ان شاء الله غادي ندير لكم بحال هادي اللي ما نحتاجوش هاد لو سيركل. غادي نجيب لاجينواز، غادي نقسم، غادي نقلبها بحال هكا. بسم الله. هنايا عندي السيرو، السيرو فيه 120 غرام ديال السكر وفيه 100 غرام ديال الماء، غليتو وزدت ليها شويه ديال الفاني. غادي نسقي مزيان لاجينواز. بسم الله. نسقيها مزيان. من بعد غادي نجيب لي فريز، هذاك اللي قطعناهم بحال هكا، اللي قطعتهم بحال هكا. بسم الله. نهجو نكبر شويه. بسم الله. دابا غادي ندير لا كريم. نحاول ندخل لك كريم باللي فريز.
ندير غير شويه ديال الكريم. من بعد كنجيب هذاك الفريز اللي قطعنا اللي قطعت صغير، كندير هنايا في الوسط نحاول نضغط عليه شويه من بعد نزيد شويه ديال الكريم ماشي بزاف. وعندي هنايا الطراف اللي بقى ديال لاجينواز، غادي نحاول نديرها نديرهم في الوسط. بسم الله، غادي نحاول ما نجيبهمش هنايا للجناب. غادي نسقيها عاوتاني بالسيرو وغادي نزيد عليها لاكريم. بعد ما زدت ليها لاكريم دابا غادي نوريكم غادي نزينها بلاكريم ولي فريز. بسم الله، غادي نستمر بحال هكا وحتى من بعد نوري لكم الشكل النهائي. ها هو الفريزي ديالنا بعد ما كملتو زينتو بلا كريم ولي فريز ودرت ليه الناباج، سخنت شويه ديال الناباج مع شويه ديال الماء ودرت على لي فريز وزدت ليها شويه ديال لي فرامبواز. وكنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم. ها هو كيفاش كيجي، كيجي زوين بزاف. هالي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.